بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہے المکہ سیڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبد الرشید توحیدی کے تمام خطبہ جمعہ المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ جید علماء کرام حضرت مولانا ابتسام الہی ظہیر، حضرت مولانا عبداللہ نصاب، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، حضرت مولانا حنیف ربانی، حضرت مولانا یوسف پسروری، حضرت مولانا رانا شمشا سلفی اور تمام جید علماء کرام کی سیریز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ ہمارا ایڈریس مبشر جنرل اسٹور، چوک بیگم کوٹ، شاہدرہ، لاہور۔ فون 03008081623۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى حميد مجيد اللهم